السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. فيديو جديد خاص بالمرجع في الرياضيات المستوى الثالث. ستجدون في هذا الفيديو التمارين الخاصة بأسبوع تقويم ودعم وتوليد التعلومات الوحدة الثانية. في هذا الفيديو تلقوا التمارين الموجودة في صفحة 130 من الكتاب المدرسي. إذا نبدأ على بركة الله بالتمرين رقم واحد، وحولوا إلى الوحدة المطلوبة. قبل البداية نشري الوحدة تقنية صغيرة كنعتمدها مع التلاميذ اللي عندي. حنايا المقرر او المرجع اللي مستمدين في المؤسسة هو الفضاء، لكن انا اش كندير، يعني التلميذ في نهاية الاسبوع كيكون جوج تمارين ديال الفضاء وديال المرجع. كيف ذلك؟ كل نهار كنعطيهم جوج تمارينات كنكتبهم في السبورة، كنخلي لهم واحد المدة كافية باش يكتبوها والغد ليه كنصحوه، يعني هذا التمارين اللي كيديو معاهم للمنزل. هكا كيتدرب التلميذ على تمارين اكثر، وهكا غادي يخدم لي حتى في القسم. مثال مثلا فاش كنا كنخدموا الدرس مثال ديال الزوايا، باغمي التمارين اللي كنعطيهم في الدار مثلا كيسيون جو تراس ان اونغل ايغو، وكان وخصو داك الاخر ولا ان اونغل دغوا ولا هادشي. كاينين في المرجع بزاف التمارين، شي بعض المرات كنعتمد انني نطبع شي جوج تمام ولا ثلاثه ونلصق لهم في الدفتر. هكذا كيخدم بزاف التمارين وكيتعود بزاف. المهم تقدر الفكره تكون بزاف الاساس دغيا بغيت نشاركها معكم. الان التمرين رقم واحد، احولوا الى الوحده المطلوبه. اما هاد التحويل ديما في الالواح في المنزل في التمارين اللي تما، شحال ما تدرب باش يعقل على الجدول اكثر. 8 مات خلينا نحاول نعطيكم التمارين الاجوبه ديريكتومون باش ما يطولش الفيديو، هكذا غادي يكون في متناول جميع التلاميذ. اذا 8 غتكون في المتر، الصفر الثاني في الديسيمتر، والصفر الاول في الديسيمتر والثاني في السنتيمتر. اذا 8 متر كتساوي لي 800 سنتيمتر. 12 ديسيمتر، الاثنين غتكون في الديسيمتر، وحنا بحولنا خص المليمتر، اذا نزيد صفر في السنتيمتر وصفر في المليمتر. 12 ديسيمتر كتساوي لي 1200 مليمتر. 9 سنتيمتر نحولها الى المليمتر غتعطيني 90 مليمتر. هذا كل ما يخص يعني تمرين رقم واحد. ننتقلوا للتمرين رقم 2. جو كونفيرتي دون لونيتي دوموندي، نفس السؤال بالفرنسيه. وحتى في هذه المساله حاولوا تنوعوا التلامد، هذا فيما يدخل التناوب اللغوي. التلمذ ماشي حتى الفرض نحط له السؤال بالفرنسيه، خصو شحال مره تدرب عليه. اذا 500 مليمتر تساوي 5 متر، و 5000 مليمتر تساوي 5 متر تساوي 50 ديسيمتر. 600 سنتيمتر تساوي 6 متر تساوي 6000 مليمتر. 9 متر تساوي 90 ديسيمتر تساوي 900 سنتيمتر. كنعتذر على الصوت الروح. تمرين رقم 3، أحيطوا من بين الكتابات الرقمية المقترحة الكتابة التي تناسب كل كتابة حرفية. تسعة آلاف وتسعمائة وتسعون، فوالا هذه الإجابة الصحيحة، تسعة آلاف وتسعمائة وتسعون. ثاني، 5055، فوالا هي هذه اللي درنا عليها إطار. ثم 2202 هي هي. فيما يخص تمرين رقم 4، جو كالكيل اي جو ديكومبوز، يعني اما نفكك واما نجمع. نحسب 7000 زائد 500، 7500 زائد 40، 7540 زائد 3. ندربوا الابناء ديالنا خصوصا يعني المتوسطين انهم يوضعوا العمليه عموديا، وهكذا كنصحوا لهم جوج ديال التقنيات، انه يعرف يوضع الوضع الصحيح ويذكر التقنيه الاعتياديه للجمع. اذا تساوي 7543. بالنسبه للتفكيك هنا 3000 زائد 40، وهنا 9000 زائد 90. تمرين رقم 5، اكتب قيمة كل رقم احمر في الاعداد التالية. اذا عندنا 9514 القيمة ديالو. هنا واحد السؤال كيترخلط الكلام، ما بين ماذا تمثل، يعني باش نمشي العشرة ولا المئات، وما قيمة. راه القيمة هكذا كنديرو لها، وفاش كنقولو ماذا تمثل رقم 5 يمثل رقم الوحدات او رقم العشرة. اذا هنا 500، هنا عندي
1257. اذا قيمه العدد الرقم 5 هو 50. هنا 2017 7 4573 70 4250 4238 8 تمرين رقم 6. قال كريم 1+0 أصغر من 1000 في 0، هل هذا صحيح؟ عفوا، قال كريم 1+0 أصغر من، لا خطأ، هذا خطأ، عفوا، هل هذا صحيح؟ لا هذا خطأ، لأن هذا غتساوي لي 1 وهذا غتساوي لي 0، وبالتالي 1+0 أكبر من 1000 في 0. عفوا أنا كاين خطأ، خصها تكون لا خطأ، لأن 1+0 كيعطيني 1 وهذا 1000 في 0 كتعطيني 0، وبالتالي 0 أصغر من 1، إذا هذا خطأ، عفوا هذا خطأ.